من جانبه اعتبر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن زيارة اللاعب العالمي ميسي لمصر تؤكد على ريادة مصر في مجال السياحة العلاجية، مضيفا أن الزيارة تعد رسالة لجميع شعوب العالم بأن مصر آمنة ولديها القدرة على تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى وفق معايير جودة عالمية وبعقاقير مصرية.